ربع ساعة الآخر ربما ما كناش في المستوى في الشوط الأول، ربما والشوط الثاني 20 دقيقة كنا في المستوى، كنا قادرين نعدلوا النتيجة، ولكن تعبنا بزاف. ما تنساوش باللي درنا ماراطون في لي ماتش، لي ديرني ماتش هذو درنا ماراطون، ربما كثرة المباريات هي اللي أثرت في اللاعبين، واليوم تعبان في آخر المباريات، وتلاقينا ثلاث أهداف اللي قاسية، وحنا كلاعبين حنا هما كلاعبين اللي نتحملوا المسؤولية هذه، وإن شاء الله يا خويا نطلبوا من الأنصار تاعنا اللي تنقلوا اليوم، باسكو خيبناهم، تحبوا الأذكى خيبناهم، حبينا حنا نديروا الماكسيموم باش نفرحوهم، ولكن هذه هي المباراة، هذه هي كرة القدم، إن شاء الله نطلبوا منهم يسامحونا، إن شاء الله نكونوا أفضل في الموسم القادم إن شاء الله. بيان سور أثرت بزاف، أثرت هذه راح جا، هذه هي اللي خلات اللاعبين توجور يركزوا على ركزوا شكون 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 راح يحكم مع شكون، هذه أثرت بزاف، ولكن إن شاء الله حنا نتمنى الخير للفريق تاعنا، إن شاء الله تتسقم الأحوال في أقرب وقت إن شاء الله، باش بداية الموسم إن شاء الله نحضروا بها بداية الموسم ونكونوا أفضل في الموسم المقدم إن شاء الله. تأثرت بزاف، أثرنا حنا حتى حنا حبينا نفرحوا الببليك تاعنا، جامي شفنا ببليك يتنقل كيما هكذا ويدي بلاسي من بلاد لبلاد، كنا حابين نفرحوهم، ولكن هذه نطلبوا منهم يسامحونا ان شاء الله، وان شاء الله نفرحوهم في الموسم القادم ان شاء الله. الهزيمة هذه شغل ما كناش نسناو فيها، اون بليس شغل جات مع الفريق الاخر. بون ان شاء الله نساو الهزيمة هذه ونخلو نخمو ان شاء الله في لافينال ان شاء الله. مدرب كنزعف عليكم صدقا، لكن نقولوا السي ماغنيسي بهاد الربعه ربما كيكون انزل كي طونكي شي زين زين الفريق الاخر، خلاص راح الماتش قال لك كيما نقولوا، كيف ما نزيدش هذوك الهدفين اللي تلقيهم وقت البدل الضائع هذا ديال نقص تركيز. سي فري كيما يقولوا لونترينر سي فري زعف، ما حنا اللي جوا رانا شغل نزعفانين، ما كناش كاع نستناو في هذه الهزيمه، سي لا بروميير ديفات 4-0. فوالا كيما يقول لك ان شاء الله نصحوا الاخطاء هذو هما، وكيما يقول لك نخموا لافين ان شاء الله، باش بالك الخساره هذه ان شاء الله يكون فيها خير، بالك زيد تعاوننا باش نولوا سوليدا ونصحوا لي فوت اللي درناهم. شغل سوليسيون ليكم كيما نقولوا قبل ما تلعب ربع النهائي، ولا كيما نقولوا المستوى كيما نقولوا المستوى العالي. بون سي فري في ربع النهائي يبدا تسمى طيح مع ديزيكيب ملاح وكذا، حنا الحمد لله ما حنا شغل عندنا ايكيب وعندنا جروب وكذا، ونامنوا بلي كاليتي وكذا. كيما نقول الهزيمه هذه ماشي هي اللي تحبطنا المعنويه تاعنا، ان شاء الله ننساوها، وان شاء الله نخموا لافين ان شاء الله. تعودوا ترجعوا تونس باش تتبارك معنا هذيك الفرقه ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نعدلوا ان شاء الله بالتاهل ان شاء الله نمثل تونس ان شاء الله. كما كنتوا تشوفوا بارتيا كنا احنا داخلين بصفه الفوز، ما كونا بيت الاول في زوج دقائق الاولى ولا دقيقه، احنا معليش كنا سيطرنا على المقابله، ما كونا هذوك تروا بيت في نقولوا الطومو زادنا 7 مينيت، احنا الحمد لله صفه خساره قاسيه، احنا نقولوا لي سيبورت اللي جاونا يسمحونا بزاف بزاف، ومازال مزيان الحمد لله الفريق تاعهم مدير الجزائر في الكارد فينا ان شاء الله، ومازال نزيدو نحضروا دروك واحد يروح فاكونس، وما كان عندنا مشاكل بزاف كما كنتوا عارفين مشاكل احنا اللي جوا، ان شاء الله من المشوار ان شاء الله المشاكل بجانب ان شاء الله دي سينا نكونوا المشاكل بجانب الحمد لله، وان شاء الله يا ربي انا نشكر بزاف بزاف اللي جوا، ما تخفيلكمش باللي احنا 13 شهر ان شاء الله في 13 شهر في رحبه بزاف عينا، والحمد لله انا توجو سوليدا وكاع، انا نشكرهم بزاف اللي جوا بزاف بزاف. المدرب قد يخرج على وسط، انا خرج تاعي ما كنتش قاعد نخرج كاع، سيرتو انا ميليو تيران وكاع، طلعت في واحد الاكسيون منا ضغط لي لا شوفي، ما كاش كيفاش قاد نكمل بيان سور، حبيت نكمل مع الاول وكاع، من بعد زدت من بعد جاتني في البومي ميطون، من بعد الدوزيام ميطون، من بعد ما قدرتش وزعفت كي خليت زملائي كيما هاك، باسكو كنا ب 15 لاعب ما كانش عندنا في البون كاع. ايوا ان شاء الله يا ربي مازال ما خير ان شاء الله. والله انا نظن قلت لك النتيجه اللي نشوفها نظن قاسيه بزاف، لاننا وين كنا ننتظروا في البيوت ايجاليزاتور، يعني وكان بامكاننا نخطف هدف التعادل، ولكن انا نظن بعد الهدف الثاني القضاء عليهم نهائيا، وكان انهيار كلي في الدفاع تاعنا، شيء اللي خلاهم كما ينقصوا تروبي دو سويت، وخاصه يعني ديبيت في الوقت الاضافي كما كان، هذا شيء مش مقبول.
المهم هذا درس يعني للمستقبل. نتمنى ان شاء الله الاخطاء هذه ما تكررش، وشفنا على المستوى العالي كيفاش يدير. وحنا طلبنا من اللاعب، انا نظن زاد كما زاد اثر بعض كاين الغيابات، وانا نظن زاد ثاني لاسورتي تاع الشريف الوزني زاد خلقت لنا شويه ديزيكيليبر ملي جيت انا بارتي دو لا. قلت لك رغم هذا قلت لك حاولنا باش نرجعوا في النتيجه، وكنا ضاغطين شويه ونقلنا الخطر امام المراه تاع النادي السواقسي، ولكن الهدف الثاني جاب لي ربي فيه اور جو سي لو بوت انا نظن لو كاو تاعنا، ولكن سي ني با اون ريزون باش يعني نشوفوا التصرفات كما كاك في الدفاع، لان غير ممكن ومش مقبول قلت لك باش يعني نتقبلوا ثلاث اهداف خاصه في الوقت الاضافي. شفنا الرولاشمون توتال ابري لو دوزيام، قلت لك ابري لو دوزيام بيوت يافي رولاشمون توتال كما قال لك من المفروض كانوا يتقبلوا الهزيمه، ولكن مش عارف بالطريقه هذه قلت لك لا 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 قلت لا لا في لو دوزيام بيوت في لو دوزيام بيوت يعني رولاشمون توتال كان انهيار كله ما بقاش. كنا في 1-0 ونيتي بيان ونيتي بيان بلاس، حاولنا نهاجم وحاولنا نجيب وجبنا قلت لك نقلنا الخطر، كانت عندنا فرصه لتعديل النتيجه، ولكن قلت لك الهدف الثاني هو اللي خضع عليهم جاء في نهايه المباراه. كان بامكاننا ربما نهزم، ولكن من هزيمه كم نهزم بكل شرف، مي قلت لك التصرفات هذه غير مقبوله في مستوى كما هذا. ان شاء الله ان هذا يكون درس يعني باش نحضروا احنا، وانا متاكد بربي ان شاء الله لو الامور ترجع لمجاريها الفريق راح يكون في المواد. ما تقولش سيدي ما تقولش كيما نقولوا تحضر تاع مباراه الاسبوع واش صرا. شوف تسمح لي شوف كاين الظروف اللي عشناها طيله الاسبوع عندها اثر سي فري، ولكن لما تنقلنا لها لو دخلنا فوق ارضيه الميدان من المفروض المشاكل هذوما خليهم برا، وشفنا الفريق كان حاضر وكان واجد طيله 95 دقيقه هما كانوا حاضرين وكانوا يلعبوا الند للند مع الفريق السواقسي. وانا قلت لك المشكل ربما هو الهدف الثاني بارتي دو لا نظن لي جوار دي زابوندوني زادوا ماركونا 3 والكاتريان بيوت. قلت لك لو نشوفوا النتيجه قاسيه ولكن نشوفوا المردود يعني ما كانش فرق كبير بيننا وبين النادي السواقسي. شيخ قلت بلي خروج شريف الوزاني اثر، هل كان خروج بيان سور ديجا بيان انا خروج راه لاين بليسير لاين بليسير ابارتير دو لا. قلت لك زاد تحتمت علينا باش نديكاليو عواش، وقلت لك رغم هذا قلت لك يعني لعبنا يعني لعبنا وحاولنا نتصرف في النتيجه، ولكن زدنا نعاود وناكد الناس ما يعرفوش يعني يقيموا الهزيمه. قلت لك 2-0 لو ريزلت نورمالمون راح من المفروض يبقوا منظمين وينهوا المباراه يعني 2-0، ولكن قلت لك هما 2-0 ايزون ابوندوني لو جو ايزون ليسي لينيسياتيف ليكيب تاع صفاقس فوالا اون ابي كاش على نوتر ريلاشمون. عرفنا كيفاش ندخلوا الماتش كالعاده، معناها دخلنا بالكدا ماركينا بونتو رجعنا شويه لتيري صحيح خاطر تعب ماك تعرف كيف ما قلت انت فواياج وكل شيء، مي الحمد لله في الاخر معناها استغلينا الهفوات اللي قاموا بها معناها المولديه، والحمد لله سجلنا 3 اهداف معناها ونتيجه واداء ان شاء الله. جو بونس كو نو زافون فير ان بيليسيمو جوار كون غراند اتيتود de tous les joueurs nous sommes meilleurs et le score de 4-0 se justifie. A dit que le notre public de CSS nous appuyait, comme se dit, et foi fantastique et tout le travail de joueurs foi magnifique. Félicitations para la famille de CSS. بسم الله الرحمن الرحيم، معنا اللاعب زواري عبد الكريم لاعب اتحاد بالعباس. عبد الكريم كيف هي الاجواء بعد نهايه موسم يمكن شياق ومتعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نشكركم على هذه الاستضافه. واش نقول لك كما نقولوا نهايه الموسم وين كانت كما نقولوا ديفيسيل ابري الهزيمه تاع نصف النهائي الكاس، نظن الحمد لله دوك رانا في الفاكونس رانا مليحين رانا مع العائله ورانا. عبد الكريم انصر بالعباس راهو يتسالوا على الوضعيه تاعك. باش نقول لك الوضعيه تاعي انا راني كيما نقولوا جيت في الميركاتو الشتوي بالعباس عن طريق اعاره من الفريق تاعي السابق فريق الام ولديه سعيده. نظن كيما نقولوا دوك وليت راه عاد باقيت لي عام في الكونترا في سعيده باسكو في الميركاتو الصيفي اللي فات انا زدت لهم عام
نظن دوك بقات لي مع الاداره تاع سعيده اللي لازم كيما نقولون نشوف معاهم واللي كاتبها ربي يجي. بدك لي باسكو كاين اتصالات من اداره الاتحاد بالعباس ولا نورمالمون ديما يعيطوا لي ممكن الرئيس السابق الهناني ولا مام لي بريزيدون اللي جا كيما بن عياد نظن عيطوا لي وهضروا معايا وقالوا لي واش الرغبه تاعك في الفريق. قلت لهم كيما نقولوا الحمد لله انا لقيت راحتي في الفريق تاع اتحاد بالعباس، نتمنى دوك كيما نقولوا شغل نقى مفاهمه من اداره الاتحاد. تقريبا حنا من جانب اتحاد بالعباس عرفنا بلي عندك اتصالات بصح سمعنا بلي عندك مشاكل شويه في وثائق تاع مولوديه سعيده. يعني باش نقول لك كيما تنجم تسميهم مشاكل تنجم تسميهم عراقيل تنجم الواحد كيما نقولوا في ليكيب واحد في ليكيب انا هضرت مع كانت عندي باش نهضر مع تاع سعيده هضرت معاهم وين هما ما هضرتش معاهم انا شخصيا هضر معاهم خويا الكبير ومام هضرت مع البريزيدون تاع لاماتير مام رئيس الشركه. نظن هما ما على باليش راهم في راسهم ما على باليش كيما نقولوا واش راهم يخمو راني نستنى كيما نقولوا في كاش جديد. اذا ما كان والو ما كاش كاع مشكل انا باقي لي العام تاعي في سعيده هذا نكمله ومن بعد كيما نقولوا كل واحد يشوف مخرجه. عبد الكريم حنا شفنا حتى الشعب تاع مولود سعيده النهار اللي تنقلت بالعباس كان غضب عليك شويه يعني ما بغاوش كي غادر الطريقه اللي غادرت بها شويه غادرتهم لا دوك كيما نقولوا اي فريق تكون تلعب فيه وتكون تمد وتروندي نهار اللي تجي رايح صعيبه عليك سواء رحت بالتراضي ولا تروح كيما نقولوا انا هما راحوا كيما نقولوا الناس غلطت الشعب فيا ما شوه الصوره تاع يعطيك الصحه. دوك انا كي رحت انا من سعيده ماشي غرضي ونروح ونولو هذا مكتوب ربي انا ربي كان كاتب لي باللي في ذاك الوقت غادي نروح لبلعباس. دوك انا كيما نقولوا صراو واحد الامور في الفريق وين كانوا ما يشرفوش فريق كيما نقولوا حنا فريق كبير فريق الشهداء اللي كيما نقولوا الناس مات عليه والناس عنده تاريخ تاعه في المام في ماشي في السعيده ولا عنده التاريخ تاعه مام في كيما نقولوا في الجزائر باسكو كل منطقه والتاريخ تاعها مام حنا سعيده هنا عندنا كيما نقولوا التاريخ تاعنا. نظن كيما نقولوا سمع عبد الكريم تما غاضك شويه الفريق تاعك كنت باغي اكثر من مولودية الصعاد الحمد لله انا ما نكذبش عليك واحد باش ما يكذبش والراي العام باش الناس يعرفوا كاع واش كاين. انا في سعيده نهار اللي جيت الفضل يعود للانصار والرئيس السي كما نقولوا السي بو عرعرق هذا اللي ان شاء الله يطلبوا ربي يطلق سراحه باسكو هو اللي حل البيبان تاع مولوديه سعيده. انا غادرتهم ملي كنت في الاصناف الصغرى شغل هو اللي حل عليا البيبان بصح ملي جيت انا غير المشاكل في الفريق ما قال لي الواحد بس ما من كما نقول الواحد بالعاميه ما ندرقوش الشمس بالغربان. انا جيت ما لقيتش لا ستابيليتي تاع الاداره ولا ستابيليتي تاع الاداره هي اللي تخليك تكون فريق متجانس متكامل ويدير الهدف تاعه لا المانتيان لا الطلعه لا نديروا عام شباب نلعبوا بوديوم. نظن كما نقولوا هذه تخص الاداره. انا كي رحت جيت سنيت تفاهمت معاهم تفاهمت ما درتش كاع الصالير ولا درت حساب ولا باش ما خاطرش حنا وي ما تجي الفريق هذا تاع سعيده كي تكون ابن الفريق ما مشي ما تشرطش وما انت تحوس دائما تسهل لهم الامور باسكو هما يصعبوها لك في الديبي يصعبوها لك باسكو حنا نعرفوا بعضينا كيفاش وهذا هو مكتوب ربي. عبد الكريم انت كنت قلت بلي سهلت الامور لاداره مولوديه سعيده في وقت سمعنا بلي رحت الليتيج واش كتب الفريق علاش ما تشوفش بلي نظن ما نكذبوش على بعضينا. انا مادام رحت الليتيج وكيما نقولوا ماشي غرضي وخممت مليح باسكو هذا الفريق تاعي وفريق المدينه تاعي وفريق الناس كيما نقولوا دوروا الراي العام عليا باش يبرئوا ارواحهم منهم ما نكذبش عليك باش انا صريح ونهضر في الوجه ومام هذا اللي غادي نهضر عليه يعرفني باللي نهضر في الوجه هو بفمه كان يقولها لي هو رئيس الشركه رئيس الشركه تاع سعيده هو بالهزي بالحسن
اللي درت فيه ثقة عمياء في الفريق. سنيت كي رحت للتيج رحت باش نطالب بحقي، باش ميم كنت ليكيب ما فيها مشاكل فيها الاخر، كنت نحوس انا كان عندي طموح باش نبرز. رحت الاتحاد بالعباس الحمد لله لقيت الناس تقبلتني مليح، مالغري وصلوني حتى الاشاعات للفريق هذا تاع اتحاد بالعباس. نظن انا ما نكذبش عليك، نشكر الانصار اللي كانوا دايرين ثقه فيا في سعيده، واللي كانوا كما نقولوا تايقين فيا باللي راني روندي في الفريق، وانا ما بخلت حتى واحد في الفريق. صح امر تاع تيران زي انا كنت نمد افو، لازم خويا النتيجه تاعها هو حق تاعي انا، ما طلبتش ولا خو انا ما عنديش حاجه في سعيده كما نقولوا اللي نخاف منها. ما بعت ماتش، ما درت شونطاج، ما درت والو، والناس تاع شونطاج جامي يعرفون في سعيده، الناس يعرفوا كلش، الناس يعرفوا الرئيس مليح ويعرفوني انا مليح، مالغري انا ني عاد جاي لدنيتي. نظن انا درت اللي عليا في الفريق، وكي رحت من كما نقولوا من باب اللي كانت ضغوطات عليا وباش نبرز في الاتحاد بالعباس. الحمد لله الاتحاد بالعباس فتحوا لي البيبان، نظن هما اللي كما نقولوا واحدين في الاتحاد بالعباس. انك برزت في مرحله الميركاتو، شفنا فرق كبيره راهي تطالب باش تكون تنضم للصفوفة، نجم نعرف شكون الفرق شويه اللي اتصلوا بيك مؤخرا؟ شوف انا والله ماني بلاتسمية. انا كاين فرق اتصلوا بيا ودرت الاولويه للاتحاد بالعباس. انا الفريق هذا اللي كما نقولوا حضرني بعد ما رحت من سعيده، عاونوني لقيت للشعب من نهار الاول شغل دخلوني في كما نقولوا في قلوبهم وين فرحوا بيا. مام ما نسوش تاني الاداره اللي كانت كما نقولوا انسيست عليا مع ستاف تكنيك ولي جوار، لقيت جروب مليح وين دخلت في الجروب سهلوا لي امور. ما هي سهله باش بريمي ماتش في الميركاتو تكون جاي من ديزيام ديفيزيون تروح تماركي مع فريق عريق كيما اتحاد الحراش. نظن هذاك هو اللي يفتح لي الباب من جهه الشعب اللي كما نقولوا خلوني نلعب الكونفيونس في الفريق هذا. عبد الكريم كيف تشوف موسم تاع اتحاد بالعباس الموسم المقبل ان شاء الله؟ باش نقول لك ابريل الديمي فينال نظن كانت الاجواء مكهربه في الفريق. نتمنوا كما نقولوا هذا الفريق اللي كانت عندنا مجموعه متجانسه جيبها من الستاف تكنيك وكاع حتى اللي جوار ستاف ميديكال لي سيبورتير، نظن كانت عندنا واحد الالتحام مليح. نظن ان شاء الله تمن تكمل هاد كما نقولوا هاد اللي بناوه كاع ان شاء الله يكمل، وان شاء الله باذن الله كما نقولوا انا اذا جيت الاتحاد بالعباس كما نقولوا انا مدابية، واذا شفت الاداره تاع سعيده باللي انا نريح في سعيده ما عنديش مشكل، باسكو انا في بالعباس خالص وفي سعيده خالص. نظن كما نقولوا باش الناس تاني كما نقولوا يعرفوا باللي انا خممت كمحترف، خممت نبرز، خممت ندير كما نقولوا بلاش نلعب لما لا في المنتخب المحلي او موا. الناس راها تشوف هنا في سعيده باللي الناس دايرينهم للتكسار باللي كسروا، وان شاء الله انا ما نكذبش عليك انا راني درت كاع كما نقولوا كاع اللي من جهتي باش الفريق هذا نتلاقى به، نتلاقى بالبريزيدون تاعه باش نروح أموان بالعباس ولا ان شاء الله باش نكمل كما نقول المسيره تاعي. راني نشوف البريزيدون يتهرب عليا نروح له لداره، يروح مشي انا راحوا له خاوتي يطفي عليهم تليفون يقول لهم انا مشي بريزيدون، يعاود يعيط لي زيكيب اخرين يقول لهم انا نيغوسي. ما فهمتش انايا اللي راه يقول هو انا محترف وانا راني نضمن في الحقوق الفريق، حقوق الفريق راح وقف على الفريق راه في الهاويه. الناس بدات بريباراسيون، الناس بدات تريكريتي وراها كملت ريكريتمون، وانت راك تقول غير نضمن في حقوق الفريق. نضمن حقوق الفريق كون بديتها من العام اللي فات ملي كان واحد لي جوار داو ليبراسيون اونتي داتي داو دراهمهم على الدور التالي. انا لعبت في هذا الفريق وما خلصش، انا عاد نسال ونقولها ونعاودها. ها هما عندي كاع لي ريلفي بونكير، عندي ميم تاع الدراهم اللي رديتهم في الميركاتو. عندي تا الدراهم اللي رديتهم في الميركاتو، ها هما اللي رديتهم في الميركاتو، وهما لي ريلفيت بونكير تاع المولوديه ملي سميت فيها. اللي عنده شك يا خويا نجيبو المصحف ونجيبو نتلاقى انا والاداره هادي على رئيسها السيد هذا بالهزيد ونتلاقو، ولا بغا نجيبو حتى الشعب باش يعرف الشعب حقيقه زواري وحقيقه بالهزيد. خاطش انا ما نكذبش عليك انا نضريت وتوسخت نهار اللي رحت بالعباس، ما لقيتش حاجه اللي كون ما مشات ليش في بلعباس كنت بالك قادر الكارير تاعي تروح. اي من جال الهضره اللي هضرها في عائلتي
والشرف تاعي، وين اتهمني بتهم الله يهديه. راه كاين الفيديو في قناه الهداف، راه كاين في ليزارشيف. نظن ان شاء الله بربي كما نقولوا الناس تعرف. ونشكر تاني، واحد ما يكذبش يشكر رئيس النادي الهوي هذا سي مسعادي والطاقم تاعه، مالغري بالك واحد الايام غضبوا مني، مي انا ما كانتش نيتي خبيثة من جهتهم. انا صريح، انا نهار بغيت نروح قلت نروح، نهار اللي بغيت نقعد نقول نقعد، مي بنيه صافيه، ماشي كي نقعد في الفريق ندير الخلاط وندير. انا مانيش تاع خلاط، انا نيتي صافيه الحمد لله يا رب. سي عبد الكريم، سمعنا باللي وثائق التحويل تاعك راهم اطراف من بالعباس يحوسوا يجيبوك، اطراف تحوس تديك العاصمه، يعني ما فهمناش كيف المشكل هذا. ما نكذبش عليك، انا كاين ناس تحوس تبزنس، وانا ما نكذبش عليك ما تقبلتهاش. وين انا عندي شخصيتي، انا تمنيت باش هذا الفريق ما يعرقليش، باسكو انا ما نكذبش عليك انا ننسى لهم دراهم وننسى لهم العام اللي فات، وما ندخلوش واش داروا لي ترافيك وكاع، ما ندخلوش في التفاصيل. انا نتمنى هادو اللي هم يحوسوا يبزنسوا بيا يا خويا، ما كان لا تبزنس بيا، ما تبزنس بيا، ما نبزنس بيك، ما انا ماني تاع الصوالح، انا عندي شخصيتي. انا نتمنى نتلاقوا في الطابله، واش راني نسال نهضروا عليه، واش انت كما نقولوا تحوس تضمن ادارك، تحوس تضمن حقوق النادي، تاني نهضروا عليه. الفريق استفاد كي جيت بالعباس؟ الفريق استفاد، انا اللي ما استفدتش، انا لما خلصت الماس في سعيده والدرام اللي ديتهم بالعباس زدت رديت منها، انا اللي ما استفدتش. شيء هذه كاع نستناو كما نقولوا الناس، كما نقولوا في الشركه راه كاين اعضاء، ان شاء الله تاني هما كما نقولوا يخمو، يخموش على الفريق وعليا، ما انا تاني يخمو عليا، انا تاني عندي مسير تاعي، وان شاء الله بربي كما نقولوا الواحد يكون كما نقول الحل. انا عندي الحل، باسكو انا جيتهم قلت لهم نتقابلوا، نروحوا للطابله ونتقابلوا. هما يحوسوا يقول لك جيب لنا فريق، والناس تحوس بزنس بيا يا خويا، روح لاقيني انا كي جيت عندك جيت تسنيت وحدي. كاين واحد الكلام هذا في السوق في الشارع يقول لك بيه كريم، يحوسوا كاين اطراف تحوس تحوله لفرق عاصميه. صح، هذه كاين منها الناس، كاين وين تحوس باش يحوسوا اوبليجوني باش نروح نلعب في فرق عاصميه، والناس كاع على بالهم هادو شكون، ويقول لك احنا نبغوا فريق الشهداء، ونبغوا فريق الشهداء ما تبزنش به. وان شاء الله كما نقولوا احنا انا مادابيا في كما نقولوا نلقوا حل. صح، الحل هذا لازم يرضي الطرفين، ولا ما كتبتش ربي كاع حادي، وهما خشنوا راسهم، وكما نقولوا احنا تاني انا راسي خشين على حقي، يا على حقي، سمحوا لي هذه الكلمه، انا تاني راسي خشين في حقي يا خويا. انا باقي العام نكملها في سعيده، وبعد شامي بغدادي بغدادي. اخيرا نشكر كاع الانصار تاع مولديه سعيده اللي كانوا متفاهمين الوضعيه تاعي في الفريق، وما بخلتش انا في هذا الفريق. نشكرهم بالبزاف كما نقولوا، ونتمنى يوقفوا مع الفريق، باسكو الفريق كما نقولوا ما نكذبوش على رواحنا، ماش في يد امنه ان شاء الله. كما نقولوا هما راس المال تاع الفريق، ينوضوا عليه ونشدوا تاني السلطات المحليه على راسهم. سيد الوالي، ما انا ما نكذبش عليك، من هذا المنبر غادي ندخل على الوالي ونزيد نفهمه كاع واش صاري في الفريق. وانصار تاع اتحاد بالعباس نظنهم كيما فرحوا بيا وحلوا لي كيما نقولوا فتحوا لي قلبهم باش ندخل الفريق، ورحبوا بيا. ان شاء الله ماذا بيا نكمل معاهم ونكون معاهم باش اون موان نزيدوا نفرحوهم العام الجاي، نحو لهم الخيبه هذه تاع الديمي فينال. بالك العام الجاي ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون تتويج تاع اتحاد بالعباس، ليه مالا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني سانسيرمون انا جيتي فريمون توشي، باسكو ما كنتش نستنى فيها تاع في الدقائق الاخيره، و سانسيرمون يعني الشعب هذا انا غاضني شعب بزاف، لو بلوس غاضني شعب سورتو تعبوا يعني او كور دو لا سيمان هذيك تعبوا، سوفراو مساكن، شراو لي مايو، داروا الحفل، شراو لي فيميجان منا، وراحوا للجزائر يعني على 4 تاع الصباح، كاينين راحوا في الليل في الليترا، كاينين حتى في لي موطو، يعني فريمون تعبتني و ندومونديو منهم السماح يعني.
كي نوليو الخساره هذه يعني اون مال بريباري هاد لا فينال. نهار ربحنا لا دومي فينال مع المولوديه حطينا روحنا باللي نديو لا كوب مع سيربي. والفوتبول ماشي هكذا، الفوتبول سورتو لا كوب هي اللي تخير، ولا كوب لازم تبريباريها كوريكتومون. اون مال بريباري يعني سانسيرمون، ماشي غير غلطه تاعنا احنا كاستاف، غلطه تاع تو الموند، لي جوار، الاداره، ستاف تكنيك. نظن انا هذا هو اللي اثر علينا، ونطلبوا السماح من لي سيبورتر تاعنا. صح، هي واسمو، انا قلت لك انا مال بريباري، انا راني مدرب وكنت يعني داخل هذا واسمو ستاف تكنيك وكلش، واش صرا في لي دي جور هذوك ابري لا دومي فينال. نظن انا هذاك كل الناس واحد ما كان شاك في لونتونت باللي تخسر. والفوتبول سي با سيونس اكزاكت، يعني ماكش سورتو في ماتش دو كوب. ماتش دو كوب ما تقولش انا فور ولا فابل، انا نشوفو دي بتيت زيكيب يربحوا لها واسمو. ونظن انا سير بي يعني بريباريو الماتش تاعهم، راحوا انترينيو في الكازون، داروا ان بتي ستاج، داروا يعني الامبوسيبل، داروا واش لازم باش يحققوا الهدف تاعهم. وحنا ما كناش يعني كنا حاطين باللي اوني بلي فور عليهم. نظن هذا هو اللي اثر علينا. واني قلت لك المقابله كشت لي جوار تاعنا، اون جوي افيك، نظن انا في المقابله هذه كان الربع ولا خمس جوار اللي لعبوا يعني مليح، وسير بي ما قدرش تربحنا حتى ال 117 مينوت باش ماركاو لنا البيت. سي اونيتي يعني فريمون اون فورم توت لي 11 اللي خشوا التيران، نظن انا كنا رايحين نربحوا بكل سهوله. صافي لونطونت من بكري وانا نبكي عليها، انا جي سوفر في لونطونت، جي دوني توت ما في لونطونت هذه، نبكي عليها ونحبها وجيم با يعني. انا غاطني كي ما تعبناش يعني، ما درناش اللي لازم علينا باش نربحوا. سي بوست لا غاطني، وغاطني بيبليك كل يعني اللي يحبوا يفاق سطيف، مالغري الناس اللي من برا وجاو يعني سيبورتيونا كيما هذو اللي ماتوا يعني. نتمنى هاك تشوف من تيارت ويسيبورتيو لونطونت، من عنابه، من واهرن، من اسمو جاو لسان جوي. هذه هي اللي غاثتني، وسورتو غاثتني يعني كانت فاسيل لينا، وانا مال بريباري هذا الماتش، سي بور سلا خسرنا. وبالتالي كنا بريبارينا يعني كونفونابلومون، كنا نديو لا في ديجا، لا في ديجا مع خلصنا الماتش الناس روحت، وقعد لونترينور مضوي قعد مع البريزيدون في الاوتيل، وداروا كل الاجراءات. انا روحت مع الباقي تاع الفريق، والبارح تلاقينا مع وسمو، زدنا قبل لو ديبار تاع مضوي لتونس راحوا فامي بور باسي دي فاكونسي نورمال، وانا قعدت مع البريزيدون. صافي دو جور كوني انسومبل، رانا نبريباريو يعني في قدوم اللاعبين يعني وسمو، وينهم اللاعبين اللي نسرحوهم، وان شاء الله اون فايسي. وانا نظن واش رانا نديرو بور لو مومون، ليكيب تاعنا تكون فورت على هذه بزاف بزاف ان شاء الله. بيان سور احنا يا اوني لا سي، احنا ليكيب تاعنا واش درنا انتدابات ومنا، لازم نلعبوا على لي تيتر، ما فيهاش هذه هضره. لازم او موان دو تيتر كما قلت لها، عندنا خمس جبهات، لازم لنا او موان دو تيتر باش نرجعوا هذه الثقه تاع الشعب تاعنا والفرحه للفريق ان شاء الله. جاوني اتصالات، بصح انا راني في الفريق تاعي وراني مستراح والحمد لله، راني بيان. بوركوا شونجي ليكيب؟ وما عندها حتى فايده يعني شونجي ليكيب، راني في الفريق تاعي وفريق كبير، فريق عالمي، و جام ترافاي دوفون ما فامي، وشعب يشتينا وشعب ثايق فينا يعني في العمل اللي رانا نديرو فيه. بوركوا يعني الواحد يشونجي بور ريان يعني. انا مع قلي قلت له شوي داكور، لازم نروحوا مالغريك عندنا خدمه يعني نخدموها، مي نروحوا لازم من هذه، من المفروض باسكو عائله هذه لازم نروحوا نشوفوهم باللي اوني لا، ماشي يعني الناس هذيك كي سيبورتتنا وماتت يعني نسمحوا فيهم، نروحوا نعزيوهم ونتمناو لهم الرحمه والصبر لافامي تاعهم.